بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحضرتكم مستر مصطفى محمود. إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض جريد 4 الصف الرابع فيرست ترم الترم الأول. النهاردة معدنا مع يونت 2 الوحدة الثانية، التايتل بتاعها ديزرت أنيمالز. ديزرت أنيمالز حيوانات الصحراء. هنبدأ زي ما بنبتدي مع بعض كل يونت في جريد 4 مع الكونفرزيشن. الكونفرزيشن بتاعتنا النهاردة between three characters، ثلاث شخصيات، مام الأم وسارة وطارق. ابتدت المحادثة بتاعتنا مع المام، مع الأم بتقول لهم look at these animals، بصوا على الحيوانات ديت that live in our country، التي تعيش في دولتنا أو بلدنا. ردت عليها سارة بتقول لها look at the crocodile it's huge، بص على التمساح ده ضخم. رد عليها طارق وقال لها huge and scary، huge and scary ضخم ومخيف. ردت سارة قالت له I think the spider is scarier، انا بعتقد ان العنكبوت اكثر اخافة، يعني بيخوف اكتر من التمساح. مام قالت له yeah but spiders are very helpful، ايوه هي فعلا العنكبوت بيبقى اكثر اخافة من التمساح، لكن العناكب بتبقى اكثر نفعا. they eat insects، بياكلوا الحشرات. farmers like spiders، والفلاحين بيحبوا العناكب. قالت لها اوكي سارة، ردت عليها قالت لها اوكي what about the snake and the crocodile، طيب تمام، لكن بالنسبة للتعبان والتمساح they are dangerous aren't they، هم فعلا خطرين مش فعلا كده؟ ردت عليها الماما وقالت لها yes that's true، ايوه فعلا هم كده فعلا صح. but they do a very important job، لكن هم بيقوموا بوظيفة مهمة. they eat insects birds and lizards، بياكلوا الحشرات والطيور والسحالي. this controls the numbers of these small animals، والعملية دي بتتحكم في عدد الحيوانات الصغيرة دي. رد عليهم طارق قال لهم eagles do the same job، والنسور بتقوم بنفس الوظيفة. وصرحت مزودة معلومة تانية the pelican eats small fish، البجعة بتاكل السمك الصغير. مام راحت قايلة لهم you are right، انتوا فعلا عندكم حق. we sometimes think that some animals are scary or ugly but they are all important، احنا بنعتقد ان الحيوانات دي بتبقى مخيفة او قبيحة لكن هم كلهم مهمين. بعد ما بنخلص المحادثة بتاعتنا بنخش على exercise 2، بيقول listen again and answer، اسمع مرة تانية وجاوب. question number 1 does طارق like crocodiles، وهنا نقف عند نقطة بسيطة ان احنا عندنا نوعين من الاسئلة، نوع بيبقى بمعنى هل ونوع بيبتدي باداة استفهام. النوع اللي بمعنى هل زي كلمة does زي do زي is زي are زي did زي can، هنلاقيه دايما بيبتدي بالاوكسيلاري فيرب بالفعل المساعد، وده بيبقى سؤال توكيدي، يعني بنبقى بنتأكد الحاجة دي صح ولا غلط. Does طارق لايك كروكودايلز، هل طارق بيحب الكروكودايلز؟ طبعا في قلب القطعة كان بيقول ان هما هيوج اند سكيري، يبقى معنى كده ان هو مش بيحبهم. نمبر 2 دوت سؤال بيبتدي بأداة استفهام، وطالما بيبتدي بأداة استفهام يبقى بيسأل على جزئية معينة. نمبر 2 بيقول لي what do snakes and crocodiles eat، ماذا الثعابين والتماسيح تأكل؟ طبعا في قلب القطعة قال لنا they eat insects birds and lizards. number 3 why do farmers like spiders، why معناها لماذا، بتسأل عن السبب، يبقى لازم نديله السبب اللي بيخلي الفلاحين تحب السبايدرز. طبعا في قلب القطعة قال لي ايه they eat insects، وطبعا الإجابة ممكن تبتدي بكلمة because they eat insects، لأنهم بيحب يأكلوا الحشرات. number 4 what does the verb control mean، ماذا يعني الفعل control؟ control ده اللي معنى يتحكم، معناها ايه بالظبط؟ ومديني two choice اختيارين make the number of animals bigger make the number of animals fewer،
هل معنى كلمة control ديفيد يعني بيخلي الأرقام بتاعت الحيوانات أكبر ولا بيخليها أقل؟ طبعاً طالما بيتحكم يبقى يخلي عدد الحيوانات إيه أقل. ده بالنسبة للمحادثة بتاعتنا. ومن ضمن المحادثة بتاعتنا نطلع على المين فوكابل اللي موجودة فيها، هنبتدي نقراها مع بعض في البيت مع أطفالنا. desert desert animals animals Egypt Egypt country country crocodile crocodile huge huge scary scary spider spider helpful helpful farmers farmers insects insects snake snake dangerous dangerous true true important job lizard 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 control control eagle eagle the same job pelican pelican right right sometimes sometimes think think ugly ugly bigger bigger fewer fewer. بعد كده نخش على النيكست بيج الصفحة اللي بعديها، بيقول لي listen and say then write، اسمع وقول وبعد كده اكتب. مديني 1 2 3 4 5 6 7 words، 7 كلمات. eagle اللي هو النسر، فينيك فوكس ثعلب الفينيك، كروكودايل تمساح، سنيك ثعبان، سبايدر عنكبوت، كامل جمل، بليكان بجعة. عن طريق الكلمات دي هناخد كل كلمة ونحطها تحت الصورة المناسبة ليها. بعد كده بيقول لي listen again and answer، اسمع مرة أخرى وجاوب. والسؤال اللي مدولك بيقول لك which animals do طارق and سارة not talk about. not هنلاقي محطة لي بالخط الأسود العريض عشان نركز فيها، لأن في فرق ما بين توك اباوت ونوت توك اباوت. نوت توك اباوت يعني الحيوانات اللي هم ما اتكلموش عليها. طبعا هم في قلب القطعة يتكلموا على مين؟ على الانسكس، على الكروكودايلز، على السبايدرز، بس ما اتكلموش عن الكاملز الجمال، ما اتكلموش عن الفينيك فوكس، ما اتكلموش عن ال، بس كده هم دول تقريبا اللي هم ما اتكلموش عنهم. بعد كده مديني سؤال critical نقدي، بيقول لي what do you think، ماذا تعتقد. which animals are scary، هي الحيوانات المخيفة. which animals are dangerous، هي الحيوانات الخطيرة. which animals are cute، هي الحيوانات الجميلة الجذابة. only cute animals are important، do you agree، حيوانات فقط هي اللي مهمة. هل انت متفق مع الكلام دوت؟ طبعا احنا مش هنتفق، لان فيك حيوانات ايه كتيرة بتبقى not cute مش جذابة. لما باجي اجاوب الناحية التانية زي ما هو مديني كده، طبعا هنا بيقول لي what do you think اصلا في السؤال، فلما باجي اجاوب بقول I think. زي الاكزامبل اللي مدهوني بيقول لي I think crocodiles are scary but they control the number of small animals. يبقى هنبتدي نجاوب على كل سؤال بنفس الطريقة بتاعتنا عن طريق البيج السكند بيج الصفحة التانية ديت. يطلع لنا برضو فوكاب فينيك فوكس فينيك فوكس كاميل كاميل فير فير فيذر فيذر وينج وينج بيك بيك توك اباوت توك اباوت كيوت كيوت اونلي اونلي اجري اجري ليف live eat eat look at look at but but mice mice no no easy easy problem problem fact file where how tall how long how heavy other during the day lose lose heat heat thick thick keep keep warm warm. في جزء من الكلمات ديت في الدرس اللي احنا خدناه دلوقتي، وفي جزء في الدرس اللي احنا هناخده بعديها اللي هو lesson 2 جزء 8 science اللي هي العلوم. في الجزئيه ديت بيديني الاول exercise كده بيقول لي
working pairs, اعملوا في ثنائيات يعني كل واحد وصاحبه. Discuss these questions, وناقشوا مع بعض الأسئلة دي. أول سؤال بيقول لي what Egyptian desert animals do you know؟ إيه هي الحيوانات الصحراوية اللي موجودة في مصر اللي أنت تعرفها؟ نمبر 2 بيقول لي طبعا كل واحد فيهم هيبتدي يذكر الحيوانات اللي هو يعرفها. نمبر 2 is it easy to live in the desert؟ هل من السهل إن أنت تعيش في الصحراء؟ طيب لو أنت قلت آه هتقول لي، لو أنت قلت لأ برضه هتقول لي. بعد كده what problems do animals have؟ حاول بقى تفكر في المشاكل اللي ممكن تقابلها الحيوانات دي. Exercise 2 بيقول لي look quickly at the fact files and answer. انظر بسرعة كده نظرة سريعة على ملف الحقائق اللي هي بتتكلم عن الحيوانات وجاوب. Number 1 which animal has big ears؟ ايه هو الحيوان اللي عنده ودان كبيرة؟ Which animal can fly؟ ايه هو الحيوان اللي هو بيقدر يطير؟ Which animals lives for about 40 years؟ ايه هو الحيوانات اللي بيعيش لحوالي 40 سنة؟ طيب بعد كده بيقول لي الانيمال فاكت فايل اللي هو ملف الحقائق عن الحيوان. في الفاكت فايل بتاعنا النهارده بيتكلم على الفينيك فوكس اللي هو ثعلب الفينيك، وهنلاقي التيبل بتاعنا الجدول بتاعنا مقسمه لكذا سؤال. في الاول وير داز ات ليف، هو بيعيش فين؟ رد عليا قال لي ان ذا ديزرتس اوف نورث افريكا، في الصحاري اللي موجودة في شمال أفريقيا. How tall is it؟ طب هو طوله قد إيه؟ وخلي بالنا الطول دوت اللي هو ارتفاعه عن الأرض حوالي 20 سنتيمترز، حوالي 20 سنتيمتر. How heavy is it؟ طب وزنه قد إيه؟ About 1 كيلوغرام. How long is it؟ هنا بيتكلم عن الطول بتاعه اللي هو الطول اللي هو بالعرض مش اللي هو بالارتفاع. قال لي About 34 سنتيمترز، من 30 ل 40 سنتيمتر. What does it eat؟ طب هو بياكل ايه؟ Insects, small lizards, mice. الجزئية اللي احنا شايفينها ديت هو بيعلمني ايه هي المعلومات اللي انا بجمعها على الانيمال عشان ابتدي اتكلم عنه. هو بيعيش فين؟ هو طوله قد ايه كارتفاع؟ وطوله قد ايه كطول جسمه عن الايه بالعرض؟ بيسأل عن الوزن بتاعه، وبيسأل عن الاكل بتاعه. هنا النهارده بيتكلم على الفينيك فوكس زي ما احنا شايفين. The phoenix fox lives in the desert، بيعيش في الصحراء. It's smaller than other foxes، وهو أصغر من الثعالب الأخرى. It's ears big، ودانه كبيرة. Really big، فعلا كبيرة. The phoenix fox needs big ears to hear insects and small animals. طبعا ديت حاجة ربنا مديها له خلقها له إن هو عنده دان كبيرة. إيه السبب ليها؟ إن هو بيحتاج يسمع الايه الحشرات الصغيره والحيوانات الصغيره. during the day خلال النهار. it's hot in the desert، طبعا بيبقى الجو موجود حر في الصحراء. the fox loses heat from its ears، وبرده السبب اللي ربنا خلقه الودان بالمنظر ده ان هو عن طريقها عن طريق الودان ديت بيقلل درجه الحراره بتاعته. at night it's cold، وبالليل بيبقى الجو برد. برده عن طريق اللي هو الفر الفرو بتاعه. the fox thick fur keeps it warm، الفرو السميك بتاعه بيخليه دافئ. ده كده بالنسبة للانفورميشن عن الفينيك فوكس. النكست بيج الصفحة اللي بعد كده بيتكلم عن ستيب ايجل اللي هو العقاب او النسر. اول معلومة بيقول لي how long does it live، بيعيش قد ايه؟ قال لي around 30-40 years، حوالي 30-40 سنة. how heavy is it؟ طب وزنه قد ايه؟ around 3 kilograms، حوالي 3 كيلوغرام. how long is it؟ طب هو طوله قد ايه؟ from wing to wing around 107 centimeters، من الجناح للجناح حوالي متر و70 سنتي. وبيديني برضو معلومات. بيقول لي look at the eagle flying، بص للنسر وهو بيطير. it's beautiful isn't it، هو جميل مش فعلا هو جميل. the step eagle travels from Europe to Africa in winter، بيقول لنا ان النسر ده بيسافر من اوروبا لافريقيا في فصل الشتاء. it lives in very big open areas، وهو بيعيش في مناطق واسعة كبيرة. it eats other birds, small mammals and rabbits، وهو بياكل الطيور الأخرى والثدييات الصغيرة and rabbits والأرانب.
When it opens its wings, it's longer than you. وهو لما بيفتح الجناحات بتاعته بيبقى أطول منك أنت شخصياً. The female is bigger. الأنثى بتبقى أكبر and heavier وأثقل وزنها أتقل than the male من المذكر بتاعها. ده بالنسبة للإنفورميشن المعلومات اللي بيتكتب الدهاني على الستيب إيجل. Read the fact file, say one fact about each animal. بيقول لك اقرأ بقى ملفات الحقائق اللي أنت كنت بتقراها دلوقتي تاني وابتدي يديني معلومة واحدة أو حقيقة واحدة عن كل حيوان زي المثال اللي هو مدهوني أفينيك فوكس is 30 سنتيمترز لونج. الثعلب اللي هو الفينيك عبارة عن 30 سنتيمتر في الطول. من الفاكت فايلز او من الدرس اللي احنا قرأناه around كيلوغرام كيلوغرام beautiful Europe Africa winter open areas mammals female male centimeter meter. بعد ما خدنا الكلمات بتاعتنا طلع لي بنوتس ملحوظة. عندي سؤالين هاو طول هاو لونج والاتنين بمعنى كم طول، بس ايه الفرق ما بينهم؟ هنلاحظ الارو اللي هو السهم اللي موجود جنب question word جنب أداة الاستفهام جنب كلمة هاو طول عاملين الارو اب لفوق بمعنى ان انت لما تيجي تستخدم هاو طول بتسأل عن طول الحيوان بس ارتفاعه عن الأرض. أي حاجة ارتفاعها رأسي عايز أسأل عن الطول بتاعها يبقى هبتدي هاو طول، زي مثلا إيه ارتفاع الكامل طول الجمل عن الأرض، مثلا ارتفاع البيلدينج المبنى عن الأرض، ارتفاع مثلا عن المان أو الومن الرجل أو المرأة عن الأرض. لكن بالنسبة لهاو لونج ليها استخدامين، هي برضو بمعنى طول بتبتدي تستخدمها عن الحيوانات اللي ماشية أفقي، بتستخدمها عن الحيوانات اللي ماشية أفقي زي مثلا السنيك الثعبان، زي مثلا الكروكودايل التمساح، وليها استخدام تاني لما بنيجي نتكلم عن parts of the body أجزاء الجسم. عندي I have long arms أنا عندي دراعات طويلة. The elephant has long nose أو trunk الفيل عنده أنف كبيرة أو زلومة أنف طويلة أو زلومة طويلة. ده الفرق ما بين هاو طول وهاو لونج. For example هاو طول is the giraffe، هاو لونج is the snake، هاو لونج is its tail ديله ده وطوله قد إيه. بعد كده بيقول لي إيه to make a fact file لما تيجي تحضر كده ملف عن الحقائق لأي حيوان بتبتدي تستخدم المعلومات دي. أول حاجة what is it بتذكر اسم الحيوان اللي انت هتتكلم عنه. بعد كده where does it live طب هو بيعيش فين، how tall is it طوله قد ايه، how heavy is it وزنه قد ايه، how long is it طوله بالعرض قد ايه، what does it eat طب هو بياكل ايه. زي اللي احنا الاكزامبل اللي احنا خدناه اللي هو الفينيك فوكس بيعيش in the desert، الطول بتاعه about 20 سنتيمترز، الهيفي بتاعه about 1 كيلوغرام، اللونج بتاعه about 34 سنتيمترز. بيعمل ايه بياكل ايه؟ الانسكتس سمول ليزرز مايس المايس اللي هي الفئران. ده بالنسبه هاو تو ميك ا فاكت فايل. بعد كده بيقول لي ايه read the fact files again choose the best answer اقرأ ملفات الحقائق مرة أخرى واختار الإجابة الأفضل. في نمبر 1 بيقول لي why does the phoenix fox have big ears لماذا، يبقى بيسأل عن السبب اللي الفينيك فوكس اللي هو ثعلب الفينيك بيبقى عنده ودان كبيرة. letter A بيقول لي so it can see small animals and insects إن هو بيقدر عن طريقها يشوف الحيوانات والحشرات الصغيرة. letter B so it can hear small animals and insects بيقدر عن طريقها يسمع الحيوانات الصغيرة والحشرات الصغيرة والحيوانات الصغيرة. طبعا احنا بنتكلم عن الايرز الودان، الودان ديت يا ترى سي ولا هير، بتشوف ولا بتسمع، يبقى بتسمع، يبقى the best answer اللي هو letter B. number 2 بيقول لي why do we think the steep eagle travels from Europe to Africa in winter
ليه في اعتقادك ان الناس اللي ده بيسافر من اوروبا لافريقيا في شهر الشتاء؟ ألف لي ترقيب بيكوز افريكا از بيجر ذان ايروب، لان افريقيا اكبر من اوروبا. بيكوز افريكا از وورمر ذان ايروب، لان افريقيا ادفى من اوروبا. طبعا احنا هنا بنتكلم على الوينتر الشتاء، طبعا الشتاء يبقى مش هنتكلم على اكبر واصغر، لا ده احنا هنتكلم على وورمر وكولدر، ادفى وابرد. يبقى هنا the best answer is letter B. بعد كده number 5 بيقول لي what did you learn، انت اتعلمت ايه؟ work with a partner، ask and answer، اتعامل مع شريك ليك، صديقك مثلا، باباك، مامتك في البيت، وابتدي اسال وجاوب زي ما هم عاملين كده. What does the phoenix fox eat؟ ايه اللي بياكله الفينيك فوكس؟ It eats insects, small lizard and mice. مثلا سؤال تاني يقول لي how long is the phoenix fox؟ طب الفينيك فوكس دوت طوله قد ايه؟ about 34 سنتيمتر، وهكذا. بعد كده في الاخر خالص بيقول لي think، فكر كده بقى، ابتدي فكر بعد ما خلصت. Which animals scare you؟ ايه هي الحيوانات اللي بتخوفك؟ Can you say why؟ وتقدر تقول ليه؟ هو دوت اللي هو critical question، اللي هو السؤال النقدي اللي متاح عندك. النكست بيج، الفكرة الصفحة اللي بعديها بيدربني على how to write a paragraph، ازاي تكتب paragraph بس بطريقة لذيذة كده. زي نمبر 1 مديني صورة السنيك، بيقول لي look at the snake، what is doing، هو بيعمل ايه، how does it feel، هو بيشعر بايه، why، ولماذا. فاول الاجابه بتاعتي قال لي ايه؟ The snake is lifting its head up. السنيك اللي هو الثعبان بيرفع دماغه لفوق. يبقى ده اجابه السؤال الاولاني اللي هو بيقول لي what is it doing. يبقى اجابه السؤال الاولاني هي اول جمله مكتوبه. عفوا. السؤال الثاني بيقول لي how does it feel؟ طب هو بيشعر بايه؟ It probably feels scared. هو كده من المحتمل بيشعر بالخوف. يبقى ده جبت السؤال الثاني، هي الجمله الثانيه. Why، لماذا؟ It was someone or something، اكيد كان في شخص او شيء هو اللي خلاه يدي رد الفعل ده. يبقى هو بيدربني على ايه؟ بيدربني لما اجي اكتب باراجراف او قطعه عن اي انيمال، حيوان، ابتدي الاول احط في دماغي الاسئله اللي انا هجاوب عليها وبعد كده ابتدي اكتب. نمبر 2 جايب لي الستيب ايجل، بيقول لي لك look at the eagle flying. اول سؤال what can it see، هو بيقدر يشوف ايه؟ هبتدي اتكلم على الحاجات اللي ممكن يقدر يشوفها. وطبعا معروف ان الستيب ايجل كان سي، يبقى ات كان سي، بيقدر يشوف. ونعد له بقى البيردز، طيور، السنيك، السمول انسكتس، الحشرات الصغيره، الماملز، الثدييات. بعد كده هاو داز ات فيل، طب هو بيشعر بايه؟ اكيد بيشعر بالهانجري، يبقى هي فيلز هانجري، هو بيشعر بالجوع. بعد كده دي اخر حاجه عندنا في يونت 2، الوحده الثانيه اللي هو بارت 1، الجزء الاول طبعا، لان في باقي اجزاء يونت 2، لان احنا متعودين في جريد 4 ان احنا بنقسم اليونت بتاعتنا الاجزاء، لان طبعا الموضوع كبير فبنبتدي نقسمه اجزاء عشان نفهم جزء جزء. ودي كانت اخر حاجه مع بعض في الفيديو بتاعنا، وان شاء الله تكون المعلومه وصلت كويس. وما ننساش نعمل لايك، شير، سبسكرايب، يوصلنا كل جديد بإذن الله، والتوفيق لأولادنا كلهم إن شاء الله وبالنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.